لكم كده الفقرة دي هتبقى مميزة جدا وفنية جدا وكلها مفاجآت، لان احنا معانا فنانة من نوع خاص بقى، فنانة بتقدر ان هي تحول الاشخاص لرسوم كرتونية بشكل جميل جدا وفي وقت قياسي قليل جدا، يعني ممكن 3 دقايق 4 دقايق لمجرد ان هي تشوف الصورة تحولها على طول لرسمة كرتونية. معانا بقى اللي منورانا الرسامة الجميلة او الكرتونيست بقى بنان خليل. ازيك يا بنان؟ ازي حضرتك؟ عاملة عامله ايه؟ ايه؟ الحمد لله انا كله حلو. بنان بنان احنا قلنا كده قبل الاعلان كانت بنان، دلوقتي بنان. يعني ايه بنان بقى؟ بنان يعني اطراف الاصابع. اوكي. منورانا وان شاء الله كده نتبسط كلنا سوا خلال الفقره. احكي لي كده من البدايه بقى، موهبتك وفكره الرسم نفسها بدات عندك من ماشي. انا اصلا خريجه فنون جميله، فدرست 5 سنين من كليه فنون جميله، بس بنرسم بورتريهات لايف كده زي ما هي، مش فيهاش تحوير ولا كاريكاتير ولا اي حاجه، ندرس ممكن الاساسيات بس ما تعمقناش فيها قوي. فلما اتخرجت الحمد لله قعدت كده فتره قلت طب انا لازم اعرف انا نفسي اعمل ايه في شغلي وفي حياتي وكده. فقعدت سنه بدور وبشتغل كل انواع الفنون تقريبا لحد بقى ما وصلت للكاريكاتير وبدات فيه الحمد لله. حلو 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 قوي. طب يعني انت رسامه كاريكاتير وكارتونيست ولا هما الاثنين زي بعض؟ هو الكرتون نفس الكاريكاتير بالظبط، بس الفرق في ان الكرتون ابسط من الكاريكاتير في الملامح، يعني انا ببسط، لكن الكاريكاتير انا ممكن ابالغ. أيوة يعني صح. المناخير مكبره بزياده اصغر قوي، اطول الوش قوي، ده المبالغه. ده اساس الكاريكاتير. لكن الكرتون حاجات كيوت ولذيذه وسامبل وكده. اوكي. انا حاسه كمان انه موضوع تحويل الاشخاص لرسومات كرتونيه والحاجات دي كلها بقت منتشره قوي السنين الاخيره دي، انه مثلا في اي ايفنت او حفله او مش عارفه حفله تخرج مدرسه عيد ميلاد بتاع، لازم بيكون في شخص فنان قاعد كده بيقعد يرسم للناس ويدي لهم الرسومات بتاعتهم كسوفونيرز. يعني حاسه انه ده ليه حصل كده فجاه السنين الاخيره؟ بصي، هو لسه بينتشر، يعني لسه بيتعرف دلوقتي قريب ان في ناس كذا حد كتير دلوقتي بداوا يطلعوا في المجال ده. لكن قبل كده كان قليل جدا ولسه قليل على فكره، يعني مش كتير خالص. حاسه انه الناس بتحب حاجه مختلفه، عايزين حاجه مختلفه، وبعدين ده لايف، يعني وانت قاعده دلوقتي انت هتاخدي رسمتك حالا وانت ماشيه. أيوه. فحاجه مختلفه ولذيذه وبتبقى فور فن. يعني احنا رايحين حفله التخرج ننبسط. أوكي. فليه لا يعني. بس حلو. طب بنان، ايه اول صوره انت رسمتيها؟ كانت لمين؟ اول صوره هي كانت ناس في الشارع، يعني فاهمه، كنت في ايفنت مثلا وناس غريبه ما اعرفهاش. لكن انا بتدرب في البيت مثلا، برسم كاريكاتير لو ديجيتال او حاجه في البيت، بتبقى الممثلين او حاجه كده. دي اول حاجه عملتيها وكانت حلوه قوي، يعني علمت كاريكاتير مع الناس. كاريكاتير اول حاجه عملتها كانت احمد حلمي. اوكي. الناس كتير قوي بتحب ترسمه او بيقلي قوي على الكاريكاتير. فاول حاجه دي رسمتها كاريكاتير بروفيشنال على ديجيتال، يعني كانت احمد حلمي. وبعدين بقى ماجد الكدواني، تامر حسني، حاولت جربت في ناس كتير يعني. اوكي. والرسمه تقريبا بتاخد منك وقت قد ايه؟ اللايف بياخد، كان في الاول طبعا صعب ان انا اوصل في 3 دقايق، كنت لسه جديده على الموضوع. دلوقتي الحمد لله الحمد لله بنوصل ل 3 دقايق او 4 دقايق ماكسيمم. 3 دقايق. 3 دقايق واربع دقايق. احنا هنختبرها على هنجرب هنشوف موضوع ايه بقى كده، وهنلعب معاكي على الهوا. يلا بينا. يلا نبدا دلوقتي ولا كمان شويه؟ ايه رايكم دلوقتي؟ طيب ماشي. يلا هنعرض صور. انت المفروض مش عارفه صور مين، بس هترسميها في 3 دقايق. هنا في السكرين دي. اوكي. دي ريما مصطفى. عسل. رسمتها قبل كده اي ثينك لايف في العرض الخاص بتاع فيلم ساعه ايجاب. اوكي. بتحسي بقى، بصي احنا هنقعد انا عايزه بس احاول ابص وارسم. انت شلت الصوره؟ طب معلش نرجع لها الصوره تاني. او لو ممكن نعرضها او لو نعرضها في الشاشه الكبيره احسن. هنا احسن. هنحاول. ماشي. طب قولي لي، يعني احنا هنتكلم معاكي وانت بترسمي. ممكن ارسمك؟ ترسميني انا؟ ارسمك؟ هتطلع حلوه ولا لا؟ يلا هرسمك انت. هتطلع باربي وهو يبقى لايف. لايف فاهمه؟ خلاص شيلوا صوره ريما، هنرسم وراها خلاص. مع ان انا بس انت عايز تختبريني، انا هختبر نفسي لايف معاكي. ماشي. قولي لنا يا بنان، هل في اشخاص او وشوش بتبقى صعب ان انت ترسميها؟ يعني ملامح صعبه ترسميها ولا اي حاجه ممكن تتحول كاريكاتير؟ بصي، احنا كناس بترسم كاريكاتير وكده،
دايما ندور على الوشوش اللي فيها حاجه مميزه قوي، يعني دقن، نضاره، مناخير كبيره، الحاجات دي عشان دي اللي نبالغ فيها بالظبط. لكن لو وشوش عاديه ما شاء الله جميله طبعا، بس ما فيهاش اي حاجه من اللي احنا بندور عليها، نعمل لها احنا بقى اي حاجه في وشها بنعملها برضو. بس لو انت قعدت اتعاملت معايا فتره اطول هبقى عرفت خلاص ايه المميز في شخصيتك او في اي هتبان. أيوة صح. لكن لو اول حد، اول مره اشوف حد، بيبقى صعب لو في وش ما فيش حاجه مميزه قوي، فاهمه؟ طب انت ممكن مثلا تشوفي صوره او حد شكله عجبك قوي بس خلاص شفتيه ومشي ومش هتقابليه تاني، ويفضل مطبوع في ذهنك وتروحي تصمميها في البيت او ترسميها على طول وتطلعي الملامح قريبه جدا من نفس الشخص اللي انت شفتيه؟ بصي لا، بيبقى صعب، بيبقى صعب. بس دراستي كانت ان انا ممكن المخزون البصري بتاعي يلقط شخصيه الشخص، يعني ممكن اعمل كاركتر منه. أيوه. مش احفظ ملامحه وارسمها هي شبهه هي. يعني قريب منه بالظبط ككاركتر. فكرتيني بحد كان بيرسم كاريكاتير برضو قبل كده، وشافني انا وجوزي فرسمني ان انا باين بزعق له او حاجه كده، وهو بيفجرني مولوتوف. مش عارفه استشف في ايه، مش عارفه استشف في ايه ان هو يصورني بالصوره دي، بس يلا زي بعض. هو بيبقى فور فن يعني. الكاريكاتير ده حاجه فن جدا، مش قصدنا بيها نشوه الناس ولا ان احنا نضايقهم ولا نتنمر عليهم ولا الحاجات دي خالص. مش فارقه، احنا ناس ابسط من كده بكتير. طيب قولي قولي النورة. طب قولي لي ايه اكتر رد فعل جالك مثلا من فنان او حد معروف انت رسمتيه وشاف الصوره او الكاريكاتير بتاعه وعلق عليه؟ مش بصي، انا برسم حاجات كتير يعني، كانت معظم الفيدباك بيبقى من اللي هم الممثلين الشباب. بيبقوا اكتر على سوشيال ميديا، بيبقوا متابعين اكتر وهكذا. فانا الحمد لله ميان السيد برضو برسمها كتير. طار عماد بحبها قوي، رسمتها كتير قوي برضو، والحمد لله دايما الفيدباك حلو يعني. الحمد لله. حلو قوي. قعدت وقت قد ايه يا نورا؟ نسيت. الحمد لله يا رب. الحمد لله انا نسيت. يعني ممكن نقول انت ايه؟ ثلاث دقايق مثلا لحد دلوقتي. فاضل لك دقيقة. ماشي. انت حضرتي فرح قبل كده وقعدتي ترسمي المعازيم؟ حضرت. ايه بقى، احكي لنا. ده كان أول فرح أروحه أرسم فيه المعازيم بتاعته. ده كان حد فرح تعرفيه ولا رايحة كشغل؟ شغل. وجاب الصدفة البحتة كمان يعني، اللي هو ما كانش الشغل ليا بس نصيبها بقى إن هي تبقى ليا في الآخر كده. فروحت الحمد لله ولقيت فيدباك فظيع مش طبيعي، انبسطت قوي 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 قوي. ورسمت العريس والعروسه كمان. اكيد يعني مش هنفرح هما اللي دافعين. ايوه. فانبسطت قوي اليوم ده لانه كان اول فرح وبجرب حاجه جديده، والفايبس بتاعت الافراح الناس اصلا كلها مبسوطه يعني. طب وانت كنت في الفرح ده اول مره، اول تجربه تمر بيها حاجه زي كده وناس، وانت بقى المفروض متوقعين صوره حلوه قوي، كنت قلقانه متوتره ولا لو انت جايه ترسمي وتتبسطي وتلعبي وتهزري كده مع الناس وتفرحيهم؟ بصي لو كان اول ايفنت سالتيني السؤال ده كنت هقول لك طبعا متوتره وايدي بتعمل كده وانا برسم اصلا، مش عارفه ارسم وخايفه طبعا من رد فعل الناس لاني لسه اول مره. لكن الفرح لا، الحمد لله كنت مبسوطه قوي، وبعدين الناس كانت فريندلي قوي، فحسيت اللي هو انتوا اهلي يا جماعه. فقعدنا بجد نهزر وننبسط والحمد لله كانت تجربه حلوه قوي قوي. اوكي. طب ليه بتحبي اما تبقي جاهزه قولي لي انا جاهزه. ليه بتحبي فكره رسم الكاريكاتير او الكارتونز او كده؟ يعني ليه مش رسومات عاديه؟ ليه مش لوحات عاديه؟ بصراحه انا احب الحاجه المختلفه شويه اللي مش موجود منها كتير. هي ان شاء الله هيبقى موجود منها كتير. لان عايزه اقول لك كده بس ما رضيتش احبطك. ان شاء الله. عشان بيقول لي بدمر نفسيه الضيوف اوقات. بس انا بحب الحاجات الفري شويه يعني. كل ايفنت مختلف، كل ثيم مختلف، فاهمه قصدي؟ ما بحبش انا شغل بصراحه المكاتب واقعد 6 5 8 ساعات اقعد نفس الشغلانه، حتى لو برسم حاجه مختلفه كل مره. أيه. بس ما كانتش شخصيتي خالص. اوكي. فحبيت قوي الموضوع ده لما جربته كمان، حسيت اللي هو ادمان. انا عايزه شغل بس خلص. انا خلصت خلص. وريني. انا خلصت خلاص. انا ايه، انا فرحانه كده برغي معاكم. وريني يا فنان وبعد كده ايه ده.
لا دي مش مرهان. استنى نرفع دي شوية. انا مش هينفع اقول الشكل اللي انا شايفاه ده شكل مين. اصل شبه حد انا اعرفه قوي. يلا يا بنات فاجئينا. اوري مين هنا؟ ورينا. اه كده بقى. يا انا كنت بوسه كده. والله حلوه. ممكن نجيب. اه خليكي ثابته كده يا بنان لحد ما نجيب ال. اه لا 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 مش نوران مش نوران. لا لا كلبوزتك خالص. انت طمنتيني على نفسي لما اتخن هبقى عارفه ازاي. جميله يا بنان والله. تسلم ايدك. لا لا ما تحاولش. اما نوران طلعت كده. يلا انا هتعمل فيا ايه؟ انت زي القمر كده كده. بصي يا بنات لو ناويه ترسميني انا بصي عايزاكي بقى ايه تشيلي لي دول تنحيف بقى وتصغري لي مناخيري. انت عارفه ان في ناس كتير قوي بتقول لي كده في ايفنتات. اه لا وبعدين يعني انا بصراحه برد عليهم رد متوقع جدا بقول انا مش دكتور تجميل. حلو. ده شكلك اجيبه منين بره يعني اعمل ايه؟ بنان قولي لي انت مثلا ممكن تدخلي في مشروع تصميم شخصيات كرتونيه مثلا لكرتون مسلسل الحاجات دي على الديجيتال ولا انت بترسمي بس اشخاص في ايفنتات وخلاص؟ بصي يا ستي انا اصلا خريجه رسوم متحركه وفن الكتاب. رسوم متحركه ده هو القسم اللي بيعمل منه في القسم يعني شخصيات بتاعه الرسوم بتاعت المتحركه الكرتون. اه بالظبط. فانا بقول لك الموضوع محتاج مجهود فظيع انا مش قده بصراحه. اللي انا بعمله ده مجهود برضو جسدي ونفسي كتير كبير قوي برضو. بس ان انا اقعد على نفس الحاجه فتره طويله بزهق. انا كشخص بزهق فاهمه. عشان كده حبيت الحاجه اللي هي متغيره بطبعها. كل ايفنت مختلف كل ملامح شخص مختلفه فاهمه قصدي ايه. بس فانا فكرت في اللي انت بتقوليه ده بصراحه وكان شغفي ان انا اعمل حاجه كده بس الحمد لله ما ظبطتش بقى. طب قولي لي ايه اكتر كومنت جالك وبسطك قوي حسسك ان انت فعلا بتعملي حاجه حلوه يعني؟ انه حاجه مختلفه وانه مش موجود منها كتير يعني. الناس بتقول لي برافو انت بنوته وبتعملي كده طب حصل لك موقف محرج؟ حصل موقف محرج. مش محرج بس طبيعي انه يكون موجود فاهمه اللي هو ما عجبتهاش الرسمه. فعايزه ترجع فلوسها بقى وتعيط في الشارع والحاجات دي كلها. فالتاثير على الناس اللي اترسمت قبلها انه برده مش عاجبهم رسمتك مع ان هي اوريدي خلاص اقتنعت بس تاثير نفسي اني انا متضايقه فخلاص لا انا بقيت شقه. بس هما بيتخيلوا انت هتطلعيهم نفس الشكل. اه هو مش حاولين فكره انه ده كاريكاتير بالظبط. بتضيف بعض اللمسات كده يعني زي ما هي طلعتني قلبوزه. قلبوزه خالص. طلعك بقى رفنطوع قوي يا نوره. ايه؟ هتطلعك رفنطوع قوي. انا ببص اهو. لا انت بصي انا يا نوره. اه ماشي اوكي. بشوف واصله لحد فين اهو يا بني. اتكلمي انت يا نوران انا مش فاضيه. انا مش فاضيه. طب قولي لي يعني هل في صعوبات واجهتك في المجال ده؟ وايه التحديات اللي انت شفتيها الفتره اللي فاتت؟ بصي انا حاسه ان شاء الله نقدر على اي حاجه ماشي. بس بيبقى اوحش حاجه انه مثلا يقتنعوا بالولاد عننا شويه عن البنت يعني عشان هم اسهل مثلا في التعامل يروحوا اماكن بعيده يتعاملوا مع الناس بطريقه بروفيشنال اكتر. انا حبوبه قوي فتلاقي الناس كلها صعبه قوي وما ادري ايه كده اللي هو هتكفك بالظبط. فهي ممكن دي المشكله الوحيده. بس انا حاسه ان شاء الله لا في انا الحمد لله مجهود وبتعب وكده فان شاء الله ربنا هيقدر تعب ده اكيد يعني. طب شايفه اللي انت بتعمليه ده دلوقتي قدام نفسك يبقى عامل ازاي؟ يعني هل نفسك تكبري شغلك ده يبقى ليكي مثلا مكان خاص بيكي تكتشفي تكنيك جديد تعملي حاجه مختلفه؟ يعني ايه اللي عايزه تعمليه من خلال رسم الكرتونز او الكاريكاتير؟ بصي يعني نفسي نوصل بس ايه ان شاء الله الاول ان يبقى الموضوع ده في مصر كلها. اه بيا بقى وبحد تاني اتمنى بيا طبعا بس أكيد. يعني يبقى في مصر لف في مصر كلها. نفسي يبقى في مهرجانات. نفسي يبقى موضوع طبعا انه يبقى في افراح وكده لسه جديد شويه ما مش معمول كتير. فيبقى في مصر كلها اولا. وبعدين بقى ينتشر بقى في كل حته في العالم. هو موجود على فكره في امريكا والحاجات دي ما تبصيش. طب قولي لي يا بنان انت بترسمي بقلم ايه؟ نعمل لهم دعايه يعني؟ لا 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 يا الله مش ماركه القلم. بص هقول لك نوع القلم ايه؟ في يعني اي قلم يقدر يديكي
الرسمه بتاعتك ماشي، بس القلم ده قلم سنه زي فرشه التلوين. اوكي. يعني زي الفلوماستر، ياخد معاكي هو فلوماستر. فلوماستر. بس بياخد معاكي الشيب، يعني تقدري تخليه تخين، تخليه رفيع على حسب ضغطتك للقلم. زي ريشه يعني. زي الفرشه بتاعت التلوين بالظبط، فاهمه قصدي؟ واهلك بقى بتقعدي ترسميهم في البيت وكده؟ اه عذبتهم شويه في الاول. في الاول. في الاول كده لهم. في الاول طبعا اصل انا جربت عليهم ولا لسه. لا شوفي لك يا بنتي حاجه تانية مفيده اعمليها. خشي اغسلي لك طبقين ولا حاجه. ربنا يجبر خاطركم قولوا اي كلمه حلوه. لا بس بجد لا الحمد لله يعني بينبسطوا، وبينبسطوا اكتر لما يلاقوا ده في تطور المره دي غير المره اللي قبلها غير المره اللي فاهمه. طب حد عندكم في العيله برضو بيحب الرسم وكده؟ هي كل العيله بتحب الرسم، بس انا اللي دخلت فنون جميله فكملت فيه. رسمتي نفسك قبل كده؟ رسمت نفسي قبل كده. طلعتي عامله ازاي بقى؟ معاكيش صور؟ قمر اكيد. قمر طبعا. معايا والله حاجه لايف هنا لو يقدروا يجيبوا. لا خلاص هناك. مش هتنفع. اللوجو بتاعي اصلا انا رسمه فيه نفسي كاريكاتير. باخده معايا في الايفنتات وبحطه دايما ورايا كده عشان يبقى الناس حافظه شكلي حتى من الرسمه. لو انا لسه شايفاكي اول مره ممكن انسى وشك عادي بعدها، لكن الرسمه ممكن تفضل في ذاكرتك فتره اطول. ايوه. طب قولي لي يا بنان، انت نفسك ترسمي مين ويشوف رسمتك ويكلمك كمشاهير يعني؟ كل الناس والله. الرسمه نفسي ارسم ناس كتير لسه قوي. عايزه ارسم استني مين؟ في ناس بتبقى وشها مميز قوي للرسم. كاتبه لسه عايزه ارسم فيها الناس كاريكاتير. بس انا مش فاكره مين اشهرهم يعني، او مين اكتر حد انت بتحبيه مثلا؟ فنانه مقربه لقلبك قوي، فنان بتحبيه جدا بتحبي تتفرجي له على افلام مسلسلات، مغني مغنيه؟ انا لما رسمت ماجد الكدواني كان نفسي اشوفها قوي، بس هو مش متفاعل قوي على السوشيال ميديا. ايوه. طب بنان بقى، في برضو دلوقتي اماكن وصفحات وكده بتبيع مثلا ميداليا شكلك على رسمك على شكل كاريكاتير والحاجات دي كلها، هل ده بيكون داخل فيه جزء الرسم زي اللي انت بتعمليه، ولا بتبقى حاجات ديجيتال او على حسب، او بابلكيشن بيحول الصوره؟ بالظبط. ما هو على حسب، لو حد فعلا عايز الحاجه مميزه ومختلفه لازم يطلبها رسم. عشان هتلاقي فيها روح الشخص اللي بيرسمها. هتلاقي فيها تفاصيل كتير زياده عن اللي هو صورتك ومعمول لها ايديت وخلاص. طب انت ممكن ترسمي على ماتيريال تانية غير ورقه وقلم؟ يعني ممكن ترسمي شخصيات كرتون على مثلا شنطه، على ميداليا، على تي شيرت؟ والله ممكن، بس انا ما جربتش. طب ما جربتي؟ معاكي شنطه دلوقتي؟ جربي كده يا بنات. ربنا يكرمك كده وتوسعي شغلك. بس لو حد طلب حاجه كاستمايزد يعني ليه لا؟ فاهمه؟ حد يعني انت هتبقي بتجربي فيه مش على الورق بس. انت احنا شاطرين جدا. يعني انت ممكن ترسمي على شنط، على تي شيرت، مش لازم بس ورق او سكاتشز بس يعني. انا ما بحبش اشتت نفسي يعني، اللي هو في ناس بتعمل ده. ما توريني بقى يا بنان عشان بدات اتوغوش. خلصنا. اتوغوشت قوي يا وسهل. يلا القلب اهم حاجه. انا مش شايفه قوي بس يعني شايفه القلب فوق. دي امضيتي انا يعني. امضيتي. يلا جاهزة؟ يلا. ايه والله لطيفة ومناخيري صغرت. الحمد لله يا رب. ممكن توريهم على الكاميرا؟ الحمد لله يا رب. الكاميرا كده بس. أيوة. عارفة دقني فعلا ممكن أغز بيها حد يعني، أدخل كده في وشي. ما هو خلي بالك هو كرتون بس في الأساس هو كاريكاتير يعني. أيوة. أنا لازم أبالغ في حتة. لا وأنا ناحية دقن أصلا. بالظبط. فهي بس طولت شوية، بس كويس والله إن أنتي صورتي لي المناخير. شكرا يا بنان. ربنا يخليك. جميلة يا بنان والله. أنتي فنانة يعني. لا وروحك حلوة جدا وروحك وبتحبي شغلك. حابه ترسمي تاني؟ نعرض لك الصوره اللي خلاص نكتفي بهذا القدر ونكمل دردشه. براحتك. بس هي الصور بعيده، هتبقى بعيده. الصور بعيده. خلاص نكتفي بهذا القدر ونكمل كلام بقى. بس على فكره انا غايه جدا. افتحي بس. اتكلمي. اتكلمي بقى يا بنات. انا اسالكم حاجه. اسال مثلا يعني. يلا اسال. انت عارفه كان حلمي اصلا ابقى مذيعه في الاول. بجد؟ والله. والله
ايوه كل الناس بتقول نفسي ابقى مذيعه مش عارفه ايه، بس انا كان انا نفسي ابقى مذيعه، و13 سنه مثلا بعمل مقالات كده عن كل ممثل وانا لسه 11 سنه. طب وليه ما كملتيش؟ ما هي بقى نسبتي بقى في الثانوي ما جابتش اعلام بقى، فقلت يلا مش مشكله، فنون جميله حلوه برضو الحمد لله اهو. او كله فن. وعلى فكره هو انا بحس ننفذ على بعض. ايوه يعني حقيقي. انا ممكن ابقى مذيعه في يوم من الايام عادي. ممكن ما اللي حابه تبقي مذيعه السوشيال ميديا، يعني ممكن تستغلي السوشيال ميديا. ده اللي انا بعمله الحمد لله. في حاجات بتبقى بصوتي، في فلوجات مثلا بعملها وانا بروح ايفنت او حاجه ببان فيها، ببقى باينه مثلا بتكلم او حاجه، فليه ممكن مره تظبط الله اعلم. حلو. تبقي عايزه مذيعه، عايزه تبقي مذيعه راديو ولا تلفزيون؟ بصي في الاول كان نفسي قوي برامج التلفزيون اللي هو اطلع بقى فنيه بقى. ايوه بس لما سمعت راديو وتعمقت فيه شويه بقيت بحب قوي. وبعدين في ناس كتير بتقول لي صوتك كرتون قوي، فممكن تعملي حاجه كمان. انت متكلمه يعني، فالحمد لله جريئه. ما كنتش كده بس الحمد لله. ايه اللي غيرك طيب؟ ايه اللي خليكي كده؟ انا مش عايزه ابقى كليشيه بس الكليه يعني فنون جميله مجتمع اصله بجد اجتماعي جدا. يعني احنا عارفين كل الاقسام، عماره او ديكور او فنون جرافيك او نحت، احنا كلنا قاعدين في تحت كلنا كده مع بعض. فبجد هي الكليه اللي خلتني اجتماعيه قوي الحمد لله. كنت عندي توحد بجد. يا بنان بجد نورتينا واتبسطنا معاكي قوي، اتبسطنا برسوماتك قوي وروحك حلوه ودمك خفيف والقعده معاكي حلوه، بس للاسف فقرتنا خلصت. انتوا خسرانين، انتوا خسرانين. اكيد احنا كسبنا رسمتين حلوين. ايوه شرف ليا. نورتينا يا بنان، وبالتوفيق ليك ان شاء الله في كل اللي انت بتحلمي تعمليه كده ان شاء الله. نورتينا يا بنان ان شاء الله. شكرا يا نوران، اشوفك بقى ان شاء الله في اي وقت تاني. حسيتي كده ما صدقتي. باي باي. يلا سيبكم دلوقتي يا جماعه، فقرتنا خلصت. بعد الفاصل ان شاء الله النشره الفنيه مع زميلتي واختي العزيزه نوران عطا.